دجاج دخلت الوالدة للطوموبيل فإذا بفتاة تدخل السيارة كذلك ويعني بكثرة ما أنه شافت فنان ربما كيعجبها في أدوار وكذا وهذه ما تملكتش أعصابها دخلت عندي للطوموبيل وعنقتني وبستني يعني وكانت قبلة بريئة يعني هكذا وبالحضور ديال الأم ديالي فأنا تفاجأت صراحة ولكن تفهمت قلت لي ما تاخذهاش من نقلة صواب أنا في واحد الدور كان عقل عليك انت في واحد الدور كنتي كتذكرني بخويا اللي مات ومنين شتكرا ما قدرتش نتمالك نفسي راه دخلت لعندك للطوموبيل راه ما حسيت حتى لقيت راسي كنعنقك فكان موقفا مؤثرا وتفهمنا الوضع وكذا وهذه ويعني وربطنا على الكتف ديالها كيف ما تيقولوا وخذنا هذه المساله بعين الاعتبار وتفهمنا الوضع وصراحه واثرت فينا هذه المساله وفتاه شابه جميله يعني وصافي.